وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مرحبا بكم أيها الجمع المبارك، مرحبا بكم مشايخنا الفضلاء الذين شرفونا في هذا المساء المبارك، تكريما لأهل القرآن، تشجيعا وحثا لمن بذل وقته لمدارسة كتاب الله جل وعلا والاشتراك في برامجه، فجزاكم الله عنا خير الجزاء على هذه الخطوات المباركة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء على هذا الدعم الغير محدود لتعليم ونشر كتاب الله. ونحمد الله جل وعلا أن حبانا في هذه البلاد بقيادة راشدة موفقة تسعى إلى نشر كتاب الله وتعليمه على كل أصقاع المعمورة، ليس في هذه البلاد فحصر، بل نشره في جميع مناشط ودور المسلمين في كل مكان. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا، ويسروا لنا من أمور تعيننا على تحفيظ وحفظ كتاب الله جل وعلا ومدارسته. كما نخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الممثلة الراعية لهذا البرنامج والممثلة والداعمة له ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية في الوزارة. كما نشكر جمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض الراعية والداعمة والمنظم الأصلي لهذا البرنامج وهذه المسابقة والراعية لهذا المجمع ولهذه الدار. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، على رأسهم شيخنا الشيخ سعد بن محمد آل فريان حفظه الله ووفقه. نشكركم جميعا أيها الإخوة، نشكر إخواننا المتسابقين الذين شاركونا هذا اليوم وشاركونا فيما قبله من المسابقات. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياهم الأجر، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.